عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة خميس العهد، هنعمل مع بعض حاجة صغيرة عن خميس العهد. طبعا خميس العهد حصلت فيه حاجتين، اول حاجة ان بابا يسوع غسل ارجل التلاميذ، وتاني حاجة هو تأسيس سر الافخارستية او التناول. احنا هنعمل النهاردة دي مع بعض عن تأسيس سر الافخارستية. بابا يسوع وكان قاعد مع التلاميذ قدم لهم الخبز والخمر. يلا نبتدي. احنا هنحتاج ورقة ومسطرة ومقص وألوان. الأول هجيب الورقة وهتنيها من النص، واجيب المسطرة هرسم هنا كده خط واحد قده بالظبط الناحية التانية، واوصلهم ببعض. وأقص الخط ده لحد هنا وقف، والخط ده لحد هنا برضو. بعدين هجيب المسطرة احطها هنا عند الخط ده واتني عليها كده، واضغط كويس. واعملها تاني للناحية التانية عشان تتحرك معايا بسهولة. اضغط كويس وافتح الورقة كده واتنيها من هنا من النص. واقفلها كده وادوس عليها تاني على مكان التاني عشان لما افتحها تبقى كده. واقفلها. دي هتبقى الترابيزة اللي كانوا قاعدين عليها بابا يسوع والتلاميذ. ارسم الترابيزة ازاي؟ اجيب الالوان، همشي عند الخط ده اللي انا تانيه كده، وهنا الخط اللي في النص، وفي الجنب ده والجنب ده. بعدين هعمل زي مفرش كده للترابيزة اهو كده، بعدين اعمل الرجل بتاعت الترابيزة حتة خشب كده اهو. والرجل التانية وابتدي ارسم بابا يسوع والتلاميذ. هرسم ازاي؟ طريقة سهلة خالص. بابا يسوع هعمل دايرة كده اللي هي وشه، وبعدين هاجي من هنا اعمل كده الناحية التانية زيها، شرط خط مايل كده. وبعدين اعمل هنا ايده وايدي اللبس بتاعه. طيب بابا يسوع هعمل حوالين وشه كده دايرة هلونها اصفر، وايدي شعره. وعمل التلاميذ دايرة خط ميل من هنا خط ميل من هنا، ايده دوم دايرة هلونهم بقى. خلصت تلوين، هرسم بقى الخبز والكأس اهو، ده الكيس وده الخبز. بابا يسوع اداهم الخبز وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، واداهم الكأس قال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ولونهم. كده خلصت، تبقى بالشكل ده. هدوس عليها كويس وافتحها تبقى شكلها كده. يلا هنستناكم تعملوها، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.